اليوم كان فيه لقاء يدخل في إطار إمضاء اتفاقية مع المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة من طرف المركز البحث في اللغة الأمازيغية، وهذا يدخل في إطار تعاون وشراكة بين القطاعين. وكنا تكلمنا في المداخلات على كل العمل اللي راه تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز التكوين في اللغة الأمازيغية وتعزيز البحث كذلك في اللغة الأمازيغية. وكل احنا قلنا في استعداد لمرافقة المحافظة السامية للأمازيغية في كل العمل اللي يتعلق بالتكوين والبحث في كل هذا الإطار. فيما يخص المرافقة التي أردناها تكون مع قطاع التعليم العالي فيما يخص تكوين الصحفيين الممارسين باللغة الأمازيغية في الإذاعات وفي التلفزيون، وكذلك تجاه أساتذة قطاع التعليم في منظومة التربية الوطنية. هذه يعني المحتوى تاع هذه الاتفاقية.